وزراء خارجية مالي، تشاد، النيجر، بوركينا فاسو يبدون استعداد بلدانهم للانضمام للمبادرة الملكية الهادفة لولوج المحيط الأطلسي. زيان عرفتي هذا الخبر؟ كبير بزاف، ضخم، كبير كبير وضخم 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 جدا. وزراء، هادشي راه تصريحات رسمية، وزراء خارجية مالي، تشاد، نيجر، بوركينا فاسو، هادو هما اللي جاو في منطقة الساحل، الصحراء الجنوبية، يعني تحت المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، هاد الحزام ديال هاد الدول هو اللي كاين، مالي، تشاد، نيجر، بوركينا فاسو، مباشرة تحت جنوب المغرب والجزائر خاصة. مزيان، تتعقلوا بأن جلالة الملك في خطاب تحدث عن واحد بحال خلينا نسميوه واحد حزام اقتصادي تجاري، ديالاش؟ ديال ولوج دول نحو المحيط الأطلسي، أتولي عندهم بوابة للمحيط الأطلسي بطبيعة الحال بتعاون مع المغرب، و المغرب هو الذي سيعمل على توفير هذا الولوج وهذا الباب، هذه النافذة نحو المحيط الأطلسي، لأن المحيط الأطلسي ملي تنتكلموا على البحر تنتكلموا على التجارة، تنتكلموا على البحر تنتكلموا على الاقتصاد، تنتكلموا على البحر تنتكلموا على الباطوات ولي كونتينر، فبالتالي راه البحر هو الاقتصاد عبر الموانئ اللي تتكون. وتتعرفوا بأن المغرب الآن تدير واحد المرسى غادي تكون واحدة من أضخم الموانئ اللي كاينة في إفريقيا بالداخلة. مزيان؟ مزيان. إذا اش غادي يولي الميناء ديال الداخلة؟ غادي يولي واحد المنفذ بحري في المحيط الأطلسي، من أقوى المنافذ الإفريقية العالمية في التجارة والاقتصاد. الملك لأنه دائما ينهج سياسة رابح رابح، الملك لأنه دائما يريد لإفريقيا أن تخرج من عنق الزجاجة، دعا الدول إلى هذه المبادرة اللي هي منفذ نحو المحيط الأطلسي من أجل اقتصاد أقوى وتجارة أقوى. فاستجابت بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي، وبتصريح رسمي الوزراء الخارجية ديالهم قالوا احنا موجودين يا مغرب ويا مالك من أجل الولوج إلى المحيط الأطلسي باش نقويو التجارة ديال هذه المنطقة كاملة، وكل الدول اللي عندها منفذ أتخدم في هذا المجال. هو واحد نوع شي كيما دارت الصين طريق الحرير، الملك دار طريق الأطلسي، مع أنا سميتها الطريق الأطلسي، طريق الأطلسي التجاري الأطلسي اللي غادي يرفع الاقتصاد في هذه الدول وسيستفيدون جميعا. سياسة رابح رابح، ناكل أنا وتاكل أنت وكل شيء يمشي مزيان. شو سبحان الله العظيم، شو سبحان الله العظيم. وزراء خارجية مالي، تشاد، نيجر، بوركينا فاسو تتقول مرحبا بالمبادرة الملكية، مرحبا، لأن كل شيء يربح فيها، كل شيء يربح فيها، جميلة، يلا مرحبا، قالوا مرحبا، هذا راه رسميا قالوا مرحبا. شو سبحان الله العظيم. ومالي هذيك المرة عيطت على السفير ديال الجزائر في مالي، قالت لي اش هاد الشيء، مالي اللي قالت لنا اليوم مرحبا وبغينا نتعاونوا معكم من أجل منطقة أقوى ومن أجل أن يستفيد الجميع وسياسة رابح رابح وجنوب والعمق الإفريقي وهالشي، مرحبا احنا معكم. وقبل منا بواحد السيمانة، قبل ما يقولوا مرحبا بالمغرب، ديك السيمانة قالوا الجزائر تمالك واش تتسطيتي، اش تديري، تتمشي تديري مشاورات مع الطوارق سريا، باغي ديري لينا مشكل في 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 في, في, في مالي، وتتخدموا في السر والعمل المخابراتي، وتقلقات مالي وحيطت على السفير الجزائري ونددات نددات باسلوب الجزائر في التعامل مع الدول، مع مالي على الاقل. سبحان الله العظيم. سبحان الله، سبحان الله، لا يصح إلا الصحيح، أرتيرا لا يصح إلا الصحيح، ولا يحق إلا الحق.
وسبحان الله المبادرة الطيبة والنوايا الحسنة تتبان وتتمشي وتتكبر وتحبها كل شيء سبحان الله، والنوايا السيئة ما تكاد تفجر الوضع وتنتهي. ها مالي مالي هاي دابا أسبوع عيطت للسفير الجزائري ونددت وغضبت غضبا شديدا على الجزائر وقلت لها مالك تتقلبي على القلاقل والبلبلة والنزاعات الداخلية، مشيتوا تتبيس طريقة سرية تتخابروا مع الطوارق دون علمي الحكومة المالية والرئاسة المالية دون علم، ومشيتوا علاش في عينكم فاش اش بغيتوا تديروا في مالي؟ وهم دابا مع المغرب تقول المغرب مرحبا وألف مرحبا، احنا معاكم لتحقيق الرؤية الملكية ديال الولوج إلى المحيط الأطلسي وبناء واحد الجسر أطلسي كله رواج تجاري واقتصادي وكل شيء تنفع على الله.